حياكم الله مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هاتفنا حتى تبدون آراءكم بالمواضيع اللي راح نطرحها أو المواضيع اللي عندكم حتى تقولون رأيكم بها. اللي يريد يتصل أرقام البرنامج بالأسفل، اللي ما يقدر يتصل أكو رقم صف إشارة الواتساب، يقدر يكتب لنا رسالة على رقم الواتساب المخصص للبرنامج نقرأها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. حياكم الله مشاهدينا الكرام. نبدأ حلقة اليوم، أول ملف ويانا هو ملف الأدوية والانهيار اللي صاير داخل القطاع الصحي بالعراق ومعاناة الناس بالمستشفيات بسبب انعدام وجود الأدوية من جهة، والغلا اللي صاير بالصيدليات لأن وزارة الصحة والحكومة ما عندهم كنترول على قضية بيع الأدوية والرقابة اللي من المفروض تصير على تسعيرة الأدوية بالعراق. بكل هذا الشيء ارتفاع قيمة النفقات اللي يعني تثقل الخزينة العراقية على الأمن والدفاع وصرف رواتب موظفي الدولة، إضافة إلى الفساد المالي بهواية من القطاعات، يعاني قطاع الصحة بشكل عام من مشاكل هواية مو أقلها قضية نقص الأدوية الضرورية، يعني الأساسية خلينا نحكي، خصوصا تهالك عشرات المستشفيات بالمحافظات والمدن المنكوبة من بينها محافظة صلاح الدين. قضاء الشرقاط وجه ناشط من القضاء مناشدته حتى يتم توفير علاج غالي شوية لوحدة من العائلات اللي ما قدرت تتأمن هذا العلاج بسبب عدم وجوده بالمستشفيات الحكومية اللي من المفترض أنه هي تقدم رعاية مجانية لكل المرضى وفق القانون، ومن المفترض أن الحكومة تساعد في توفير هذا الشيء. خلونا نستمع مشاهدينا الكرام إلى هاي المناشدة من قضاء الشرقاط. صلاح الدين تمخض الجبل فولد نملة، مو فأر، نملة دازلها علاج، هذا العلاج مال 5 أيام، هاي حتى تشوفون مدير عام صحة صلاح الدين الدكتور رائد الجبوري، غاف أحد يعرفه، داز علاج مال 5 أيام، هاي شوف، وهاي الحرمة ما تقدر تنام الليل، وهذا فلوس الصحة ومليارات الصحة مع احترام للناس النزيهة والشريفة مسلوقة، فلوس العلاج مسلوقة، هي طبعا أكيد مسلوقة، لان مستشفى الشرقاط ما بي علاج، وكل مستشفى صلاح الدين ما بي علاج، وهذا ابو الكلى يتالم، وابو السرطان يتالم، وابو السكر يتالم، والناس جاي تموت يوم بعد يوم، ودكتور رائد مدير عام صحه صلاح الدين ما اعرف انت شلون جاي تنام، هاي المناصب وجدت لخدمه الناس لا لاذلال الناس. هاي وحده من المعاناه اللي يعانوها الناس. العراق بشكل عام بنقص حاد بالادويه، خصوصا أدوية الأمراض المستعصية مثل السرطان، الثلاسيميا، أمراض مزمنة من الأجيال الحديثة. مصادر برلمانية أكدت أن الواقع الصحي بالعراق راح ينهار بشكل أكبر إذا ما بقت مخصصات وزارة الصحة بالموازنات السنوية اللي تقدرها الحكومة مثل ما هي عليه الآن. وبهالسياق مواطن ناشد وهو يعاني من أمراض الجهاز الهضمي والقولون التقرحي ناشط حتى يتم توفير علاج يحتاجه هو وراء ما تم إيقاف صرف علاجه بالمستشفيات ودهورت حالته الصحية حالة حال هواية من المرضى ممن وقفت الحكومة أو المستشفيات صرف أدويتهم اللازمة من مرضى الأمراض المزمنة بسبب سوء الإدارة وغياب الرعاية الصحية. وهذا المناشدة. أنا أحد المرضى اللي راجعهم مركز الجهاز الهضمي، صار لي سنة مصاب بالقولون التقرحي، المفروض أنه أحشي أمام الكاميرا الفضائية مباشرة، لكنه أصبت بانتكاسة بعد انقطاع العلاج اللي كان يعطونا إياه في مركز الجهاز الهضمي. اضطريت أنه من البيت خاطب السيد وزير الصحة والمسؤولين عن استيراد الأدوية، المستشفى ما قصرت ويانا، العاملين بها ما قصروا ويانا، لكن المادة الأساسية اللي نتعالج بها انقطعت، ولحد الآن ما نعرف هل متعاقدين عليها أو لا، اللي هي هذه اللي هي أميرة أبر
كل واحد من عندنا تقريبا الأكثر يحتاجون إلى أبرة كل أسبوع. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، واختارينا لكم مجموعة من التعليقات من منصة فيسبوك. سادان أحمد يقول: لعد تدرون السرنجات ماكو ولا كانولة ولا شفوف، أختي تشتريهن على حسابها حتى تسحب دم للمرضى. هاي بابل، كل المحافظات نفس الشيء، كل شيء صار بفلوس. مجيد حميد العطار يقول: موازنة ماكو من سنة ونص، وكل مستشفيات العراق ماشية بالقدرة، ورواتب عمال وإعاشة ما عندهم. أما حكيم محمد: هذا حكم الأحزاب وحكم المحاصصة المقيتة اللي بنيت على أسس طائفية وحزبية دون الأخذ بمعايير المهنية والخبرة. إلى أي مرحلة أوصلونا؟ شعب يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، نقص، إهمال، تقصير متعمد من الحكومة وأحزابها. مؤمل العراقي يقول: المستشفيات يموت اللي يطب لها، استونا ماتلنا واحد بالإهمال، والله 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 مات بسبب الإهمال، بس إنا لله وإنا إليه راجعون، وبمستشفى الفرات الأوسط بالذات عود عناية مركزة إلى الله المشتكى. وكانت هاي تعليقات الناس حول قضية نقص الأدوية بالعراق ومعاناة الناس بسبب عدم وجود أدوية داخل المستشفيات، وإذا وجد هذا الدواء بالصيدليات معاناتهم راح تكون أكبر بسبب أنهم ماكو رقابة حكومية على سعر أو تسعيرة بيع الأدوية، فكل صيدلية تتحكم بسعر الدواء بمزاجها، والمواطن لازم يفترع من شمال العراق إلى جنوب العراق كل صيدلياته حتى يقدر يحصل الدواء بسعر أرخص مو بسعره الحقيقي. أبو عمر من الناصرية حياك الله. السلام عليكم عمي أسد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نصحتك. هلا بيك. طبعا بالنسبة هي المستشفيات، هي المستشفيات حتى المستشفيات فساد إداري. نعم. يعني ناس فقرة يعني تسوي تروح للمستشفيات والله يقول لها هاي ما موجود، روح اشتري نص صيدلية. يعني هذا يعني بلاد هذا عمي الله شاهد. زين؟ زين يعني شنو اكو ادوية، يعني اكو ادوية ما دي يبيعونها والله ما ادري يلا ولا. نعم. انا سويت قسطرة ذاك اليوم بالمستشفى مع القلب مع الناصرية، والله جت على مود دواء راجعت والله يقول والله تقول ماكو بعد اسبوع يعني. ليش عمي ليش؟ يعني هذا الفساد الاداري هذا والله مشكلة. نعم. زين؟ يعني مش خلوا بينا عمي، والله ما خلوا بينا، يعني حتى دول المريض هم باقوا. نعم. خلوا دول العصابات دول عمي. بس انا اطلب من الله رب العالمين وحبيبه محمد كل زلزال يصير بخضراء عليهم على الباطلين دول عمي اسل. نعم. زين الله ينتقم منهم ان شاء الله، الله ينتقم منهم زين ولا. والله زلزال اريد بالخضراء يصير، يعني بس يكون من رب العالمين بالخضراء يصير زين ولا. والله عنه مرضى، يعني حتى الدواء ما لنا هسه غالي. زين يا حكي وزير الصحة حكي. نعم. حكي من عنه. نعم. زين كله في فساد إداري والله العظيم. زين المستشفى كله في فساد الإدارة. يعني نعم. والله العظيم يبيعون حتى يعني مال المريض يبيعون. يا أبوي. نعم. شكرا شكرا. نعم شكرا شكرا لك أبو عمر. حكومة محمد الشيعي السوداني أول ما تشكلت أعلنت أنه هي تريد تملك قطع الأراضي اللي جنسها زراعي المن للفلاحين أو الناس اللي عمروا بها بيوت. بخطوة طبل لها الإعلام الحكومي بشكل مو طبيعي وبين لنا أن محمد الشيعي السوداني إجا حتى يخدم الناس. وزارة الزراعة كشفت بوقتها تفاصيل تمليك وتحويل الأراضي الزراعية من أراضي زراعية إلى أراضي سكنية وفق القرار اللي اتخذه مجلس الوزراء. المتحدث باسم الوزارة حميد النايف قال بوقتها انه هواية من المساحات الزراعية اليوم صارت مقفلة سكنيا، واحنا كوزارة نحتاج هاي الاراضي بهدف الزراعة وصارت سكنية بشكل كامل. واضاف الهسبب راح يتم تغيير جنس هاي الاراضي من زراعية الى سكنية، وان يتم تمليكها الى ساكنية مقابل دفع رسوم مالية بعد تقييم سعر الارض وأيضا تقييم رسوم الخدمات الثانية حالها حال باقي المناطق السكنية. وتحديد الأسعار راح يكون بشكل يعني
يتناسب ويا القدرة المادية للمواطنين، وتحدد لجان خاصة تدرس هذا الشيء بأقرب وقت ممكن. الناس والمواطنين والمزارعين اللي بانين بيوت بمحافظة النجم النجف عفوا ركضوا حتى يقدموا معاملات الاستفادة من هالقرار قبل أن تصدمهم الحكومة كالعادة أن شمرت معاملاتهم بالزبالة بمشهد يبين الاستهتار الحكومي بآمال الناس. خلونا نشوف. أمام أنظار السادة المسؤولين في محافظة النجف وقضاء الكوفة بلدية الكوفة المقدسة، تطويب الأراضي الزراعية هاي هذا بيها هنا بالزبائل والنفايات، والناس تدور على أسمائها أمام أنظار السيد المحافظ. بلدية الكوفة اللي يريد اسمه يجي هنا بالنفايات يدور اسمه، طالعين الأوراق من البلدية وشامريها هنا، والناس تدور هنا اللي يريد اسمه يروح لهناك يدور. هاي بالنجف، إذا طلعنا من النجف ونزلنا جوا نروح للبصرة، الحال هناك ما يختلف عن النجف، لأنه عمال النظافة بلدية البصرة لقوا آلاف المعاملات اللي الناس دا تركض وتسعى حتى يستفيدون من تمليك الأراضي الزراعية ويحولون أراضيهم من زراعية إلى سكنية، تم إلقائها بالزبالة كذلك، ورا ما كلفت أصحابها مبالغ كبيرة من استنساخ وتصوير وغيرها من إجراءات المعاملات الروتينية بالعراق. خلونا نشوف. يا ولد ترى هاي على شو اسمه على أساس بيوت الحواسي يطوفونهم، وكلكم قدمته وكلكم تعبته، شوفوا الحكومة انذابتهم بالزبالة بس يردون يسكتونكم. الله وكيلك الشعب فقره، لو غير دولة كان داست عروسهم، بس أنا شعب فقره. هاي منطقة القبلة حي الجامعة، هاي باعولها هاي الحكومة القذرة النشالة، هاي الحكومة ضد معاملات العالم، هذين المعاملات شابه ما القطع الأراضي ما التجاوز ما البيوت الزراعية القدمة، وهذين كلن هنا كلن هنا هذين باعولهن باعولهن والله والله هاي هنا حرقناهن باعولهن طلعون فيه شو اسمه شرايح، وبعدين تعال يا عمي شايل نصير أشاير آه كلن منات العالم هاي ما الزراعي وما البيوت التجاوز كلهم ذابين بالزبالة. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق اختارنا لكم من منصة فيسبوك فراس المحياوي يقول نفس شغلة الكاظمي راد يوزع قطع أراضي بمشروع داري كلهم كلاوتشية. محمد عبد الكريم هم من 2003 يكذبون ويقتلون ويهجرون بقت على هاي. وعبود علي أنتم صدق غشمة، هم معتبرين أنفسكم عندكم دولة وبلد وقانون. أمي جنة تقول كل ورقة من هذني أخذوا بيها 10,000 كل المحافظات، والله كنت متوقع السالفة بهاللعبة. فكانت هاي تعليقات الناس حول هذا الموضوع، وهو قضية تمليك الأراضي الزراعية وتحويل جنسها من أراضي زراعية إلى أراضي سكنية. نطلع من هاي المشكلة. أحمد من ألمانيا ويانا، حياك الله يا أحمد. ألو 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 نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العفو أنا بس ما عملتي وقعت يعني أنا أقدر أحكي؟ أي أخويا تعالها ومباشرة. نعم الله الله يبارك فيك أخي الكريم. يعني أول شيء تحيات الجنابة كل الأخوة المستمعين والمشاهدين، حياك الله. وأحب أقول شيء واحد، بأنه يعني خلال هاي 20 سنة يعني ما تعلمنا اسلوب ذول الطبقه السياسيه العفنه اجلكم الله. يعني كل مره لا يلدغ المؤمن جحر مرتين، واحنا اللي دغنا لمده 20 سنه وبكل سنه نلدغ 10 مرات.
حقيقة ماكو عتب على ذول السياسيين، لأنه هم يعرفون أنه يضحكون على الشعب وعلى المواطن المغلوب على أمره. العتب على المواطن شلون يصدق بيهم ويقدم لهم معاملات ويسوي لهم قيمة بأنه يابا، ويتأمل بأنه ينفذوا طلب من متطلبات الحياة. صار لهم 20 سنة شنو اللي سووا غير البوق والسرقة وخدمة من يسكن خلف الحدود؟ هنا عندنا مو بألمانيا حقيقة، عندنا بالنمسا وعندنا بفنلندا من أولاد المسؤولين يقسم بالله أحد الأخوة يقول أعيش ويا ابن برلماني موجود بالنمسا، يقول يصرف يومية من 5000 إلى 10000 دولار يومية. زين، ويعني هاي تكفي رواتب لعشر مواطنين عراقيين يومية صرفها هذا بس ابن الابن المسؤول. أنا متحير الشعب العراقي والمواطنين الكرام اللي عنده غيرة على نفسه واللي عنده إحساس مع احترام شديد للجميع، يا أخي شلون يصدق بيهم وينطي فايلة ويعرف بأنه مصير لسلة الزبالة؟ أجلكم الله، هذه لو تصير بين العشائر كان يتسوي لها قعدة وفصل ووفع الليف وجيب الليف، بس ويا ذول محشوم السامع الناس الفاقدين الشرف والغيرة والإحساس والأخلاق السياسيين. ما فد يوم سمعنا طلعوا مواطنين اعتذروا على ما يقومون به السياسيين من انتهاك لعزة وكرامة المواطن العراقي مع الأسف. وأنا أقول أنه هذا تتكرر، وأكو ناس مع ذلك يصدقون بهم وراح يطلبون منهم مرت اللخ بأنه يعينون. هذه بس دعايات انتخابية. شكرا، شكرا لك أخ أحمد. يعني الرقم اللي قاله الأخ أحمد إذا كان صحيح ودقيق 100% أنه واحد من أبناء المسؤولين يصرف في أوروبا تقريبا 5 إلى دفتر، يعني بالشهر ده نحكي تقريبا 300 ألف دولار، يعني بيها 60 راتب. إذا حسبنا كل راتب 5000 دولار، إذا كان الراتب بالقيمة، أما إذا رواتب المتقاعدين اللي رواتبهم 400 و500 دولار، هاي 6000 راتب. وقيس. بس السؤال من أين لك هذا؟ نعبر هاي القضية ونروح إلى ملف المشاريع المتلكئة اللي دا تأذي الناس. مصادر بوزارة التخطيط أشارت أن المشاريع اللي بعدها قيد التنفيذ أكثر من 7000 مشروع، وتبلغ قيمة المشاريع المتلكئة أو عفوا عدد المشاريع المتلكئة بالعراق 1452 مشروع، وملف المشاريع الوهمية واحد من أكثر الملفات العراقية الشائكة بسبب فساد السياسيين. مصادر برلمانية حكت عن أكو جدية بهيئة النزاهة حتى يعالجون هذا الملف، ما أعرف صحة وكذب هذا الخبر، لأنه أكو مساومة لأصحاب المخالفات مقابل إغلاق هذا الملف. هذا إضافة إلى أن الملفات اللي توصل إلى النزاهة أصلاً من بين هاي المشاريع المدارس اللي تم هدمها حتى يعيدون إنشائها من جديد، أو بناء مدرسة جديدة مقابل المدرسة اللي هدمت من زمن المالكي قبل ما تتبخر أموالها والمدارس لحد الآن ما بنت. مثلاً قضاء الفهود التابع لمحافظة ذي قار. القضاء الفهود أدنى مشروع لمدرسة انحال إلى شركة منفذة وتم العمل بيها، وعمر هذا المشروع 12 سنة. أما المدرسة راح تشوفوها هسه عبارة عن هيكل، والهيكل متهالك. نحن الآن في مدرسة تقع في منطقة الرياضية قضاء الفهود. هاي المدرسة اللي هي أحدى المشاريع المتلكئة من ضمن المشاريع اللي تلكئت في زمن الموازنات الانفجارية. راح أترككم مع التصوير وتسجيل باحة المدرسة وتفاصيل مساحة المدرسة. حسب معلوماتي هذه المدرسة بلغت نسبة 60% وبقت مكانك راوع دون أن يتفقدها أحد، لا الإدارة المحلية في القضاء ولا مديرية تربية ذي قار. اليوم احنا قمنا بزيارة حتى نسلط الضوء على هذا المشروع اللي هو معطل ومتلكئ أسوة ببقية المشاريع المتلكئة وهي بالمئات في عموم محافظة ذي قار. هاي المدرسة اللي شاهدونها أمامكم هي مدرسة تقع في منطقة الرياضية، طبعا هي مو مدرسة، هياكل، يعني بقت مجرد هيكل وتركتها الشركة. هي مدرسة تقع في منطقة الرياضية في قضاء الفهود. هذه المدرسة وياها 3 مدارس،
يعني في منطقة الرياضية ولا حول ومنطقة أخرى تستوعب أو عدد صفوفها 9 صفوف. سلمت الحكومة أو الدولة إلى شركة تسمى المحجة البيضاء ضمن خطة إنعاش الأهوار لعام 2011. الاخ اللي دا يصور يقول هاي المدرسه يعني مكتمل بيها 60%. اخوي العزيز هم بنوا هيكل اوكي، بس لا القاع معمره، لا معدله، لا اكو سياج، لا اللبخ كامل. هاي بقى هاي المنطقه هنا اللبخ بيها ما كامل، فهم ما عابرين 20%. وين ال 40 اللخ حتى نوصل لها؟ هاي مدرسه، لا عندكم مدرسه ثانيه. هاي المدرسه واحده من 1000 مدرسه تم هدمها حتى يبنوها من جديد بمختلف مناطق العراق، انهدمت بال 2010 ل 2012، لكن حقيقه ما انبنت ولا مدرسه جديده. وتم تخصيص تقريبا اكثر من 800 مليون دولار حتى يبنوا 5 مستشفيات وياها. لكن بعدها هاي المشاريع حبر على ورق الى حد الان، ويمكن رسموا مخططاتها. اما على ارض الواقع ما لها وجود. خلونا نشوف سوية مدرسه من المدارس المتلكئه، لكن هاي المره بالبصرة واللي عمرها يمكن 8 سنوات. هاي المدرسة بقضاء الدير، قضاء الدير، الدير الجنوبي ما بي مدارس، ما بي مدارس حكومية. العالم منين تجيب 2.3 مليون مدارس أهلية؟ ما عدا العالم تعبانة، الناس تعبانة. مدرسة صار لها 8 سنوات ماكو متابعة من المسؤولين في قضاء الدير. طيب مقام وين دورك؟ المفروض أنت يومية تيجي تتابع. هسه احنا جينا دخلنا ما حد، جينا بس الحارس. احنا اليوم الناشد السيد المحافظ، سيد المحافظ اريدك تغير. بالله الدولة العراقية بدل ما تفكر في بطولة خليجي 25، نعم هي بطولة جميلة والشعب العراقي فرح بها والعراق توج في كأسها بختام هاي البطولة، لكن بدل ما صرفت هاي المليارات حتى يغطون على المشاكل اللي موجودة بالبصرة، لو فكروا بذني مو أشرف لهم؟ طبعا لحد الان ما بكو احصائيات رسميه تحدد قيمه المبالغ اللي خسرها العراق بسبب المشاريع الوهميه او المتلكئه، لكن اكو تقديرات نيابيه اشارت انه الارقام عبرت مئات مليارات الدولارات بسبب المشاريع المتلكئه، ان كانت مدارس، ان كانت مستشفيات، وان كانت مجمعات سكنيه متلكئه. واحده من الامثله الهوايه اللي موجوده على المجمعات السكنية هذا المشروع اللي موجود بالبصرة تحديدا بقضاء شط العرب. على الرغم من الأزمة الكبيرة اللي موجودة بالسكن ووجود العشوائيات اللي يهدموها بين فترة وفترة، أكو مشروع سكني مهمل صار له 12 سنة ورا ما تم إيقاف العمل به، وراح يحكي لنا الناشط تفاصيل عن هذا الموضوع. خلونا نسمع. من أمام مجمع ضخم جدا طبعا، وهي كارثة كبيرة تحصل في محافظة البصرة قضاء شط العرب. هذه الرسالة أريدها توصل إلى السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم والسيد وزير الأعمار والإسكان المحترم الأستاذ بنكير ريكاني، وإلى هيئة النزاهة في محافظة البصرة، وإلى جهاز الادعاء العام. أخواني الأعزاء، تشوفون هذه البنايات الموجودة الآن اللي قبالكم، منين ما أفرت تليفوني، بنايات عبارة عن مجمع سكني، عمارات سكنية شقق منذ عام 2010 يراوح في مكانه لليوم. المجمع حسب الاختصاصيين المهندسين يقولون اندثر وبعد ما يفيد. هذا هدر بالمال العام، يرجى محاسبة الجهة اللي تعمدت باندثاره ومحاسبة الجهة اللي ما كملت العمل بهذا المشروع. وإحنا نعاني من أزمة سكن، عالم ساكنة بالشوارع. الله أكبر. يعني هذا واحد من المشاريع اللي صار له 12 سنة، لو تفكر هسه حكومة محمد الشيعي السوداني تكمله وتروح على جماعة العشوائيات، يا بطونا أماكنكم خل نفلشها ونرجع المدينة مثل ما كانت ونعمرها صح وتعالوا عيشوا هنا، والله راح يوافقون. خذها مني عيني محمد الشيعي السوداني أو بنكير ريكاني. وأرد أسأل سؤال، لو بنكير ريكاني أو أي وزير عنده واحد مشتري شقة بهالمشروع كان وقف؟ الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع،
علي هاشم يقول على فيسبوك وأكو مجمع همي أنا بحي الجامعة بمحافظة البصرة العمل واقف به منذ زمن بعيد. أبو حسن البصراوي، أين محافظة البصرة من هذه المشاريع المتوقفة منذ سنين؟ أعتقد القضية متعمدة وكل الأسئلة تجدونها عند أعلى سلطة في محافظة البصرة. عبد الزهرة البطاط، هذا المجمع السكني شاخص منذ أكثر من 10 سنوات فقط كهيكل، ولا ندري ما هو السبب والمبرر سوى الإهمال وانعدام المسؤولية والمحاسبة وهدر المال العام وعدم الاهتمام بالمواطنين وصراع الأحزاب الفاسدة فيما بينها على المكاسب على حساب مضرة الشعب وتعاسته. أما أبو محمد التميمي السليماني يقول أكو نفس المجمع موجود بحي الجامعة قريب على ساحة سعد بالبصرة. كانت هاي تعليقات الناس حول هذا الموضوع، وعندنا اتصال محمد من أمريكا. حياك الله يا محمد. عليكم السلام، تحية قناة الرافدين البطل. حياك أستاذ أسد. عمري من 2003 هم قاعدين بتدمير العراق، سفينة الله، هم الشعب ايش فيهم؟ نايمين؟ هم ذول جايين يدمرون العراق، دولارات يهربوها لإيران، هم ايش فيهم الشعب؟ كذا حاط لكم حكومة مخدرة، مخدرات يعطوكم بالحصة يخدروكم حتى تسكتون. عم صوروا عليهم، صوروا صورة الحسين عليه السلام. هم ذول يحكموا العراق، هم قتلوا الحسين، هم ذول رجال الدين على اساس يدعون بالدين. اما هذا الدين مالهم مزيف، كفيلك الله، دين ايراني صفوي مزيف ايراني. اما البلد ما تصير مشارك الى ما القبول فرق قبول. لو شغله النازحين يتبربكون رؤوس الشعب يودون المساعدات، اما ذول النازحين اللي جايين من غير كوكب بس معذورهم يودون المساعدات، قاتلهم الظلم والجوع، يودون المساعدات جت الفخفخ رؤوس العالم. الله ينتقم على رؤوسكم. أقول زلزال منطقة الخضراء بالحنانة. تحياتي للقناة الرافدي. شكرا شكرا لك. نروح إلى ملف الخريجين والتجاهل الحكومي لمعاناتهم وتنظيم عدد من الخريجين إلى تظاهرات بهواية من المحافظات العراقية. لكن قبل أن نحكي عن هذا الموضوع عندنا فاصل قصير بالبرنامج، أتمنى تبقون معنا. الوطن هو أمي وأبي. الوطن قبل كل شيء هو الهوية، هو منو أنا ومنو أنت ومنو إحنا كلنا. الوطن طمأنينة، الوطن راحة، الوطن استقرار. تنزل في المطار تشعر إنه أنت غير، يعني ما تحتاج شيء، إنه أنت هذا بلدك يعني وأهلك. أكيد الوطن يعني كل شيء في حياة الفرد، ولادته، طفولته، ناسه وأهله. الوطن هو أغلى شيء في حياة الإنسان، هو الماء الذي نشرب. وقف التصوير.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم، ونحكي الآن عن قضية الخريجين والتجاهل الحكومي لمعاناتهم وتنظيم العدد من التظاهرات بالمحافظات العراقية. نظموا عدد من الخريجين التربويين والإداريين تظاهرة بغداد يطالبون بها بحقوقهم، ورددوا بها هتافات طالبت أن يتم توفير درجات وظيفية لهم وأن يتم إنصافهم بأسرع وقت ممكن. خلونا نشوف. دول الإداريين مثلا، مجموعة من الخريجين طالبوا أمام شركة التوزيع المنتجات النفطية بمحافظة ذي قار بحقوقهم المسلوبة منهم، وأكبر حق لهم هو التعيين على حد تعبيرهم، وناجدوا الخريجين الجهات المعنية بالنظر إلى مطالبهم، وهم يواجهون شتى أنواع المخاطر خصوصا الأجواء الباردة اللي هم يشتغلون بيها بالعراق. يستنكر جمهور الاعتصام المتواجدين أمام بوابة شركة توزيع المنتجات النفطية في ذي قار المطالبين بالتعيين بعض التصرفات التي لا تليق بسمعة وتاريخ قواتنا الأمنية البطلة، حيث أقدمت قوة أمنية في ليل أمس الأربعاء لمداهمة منازل بعض الأخوة المعتصمين واعتقال إخوانهم. ومن هنا نقول بأن المعتصمين هم أصحاب القضية وليس ذويهم، وأن قضيتنا هي حق محض، حيث ضمن لنا الدستور المطالبة بالحقوق المشروعة، وندعو كافة الشخصيات الذيقارية ووسائل الإعلام من أن يقفوا مع أخوانهم المعتصمين لنيل الحقوق. والله ولي التوفيق. هاي بمحافظة ذي قار. بشكل عام 30% إذا مو أكثر من حملة الشهادات العليا بالعراق يعانون حسب لجنة التعليم العالي بالبرلمان من البطالة. هذا اللي خلى هواية من ذول الخريجين ومن حملة الشهادات العليا أنه يشتغلون بأشغال ما تتناسب ويا طموحاتهم لمجرد أنهم يحاولون كسب قوتهم. الخريج عبد القادر الجنابي راح تشوفوه بعد شوية طالب من الطلاب المتفوقين من الأوائل على تخصصه في سنوات دراسة الجامعية. شو يشتغل هسه؟ حمال، وبالليل يشتغل حارس بوحدة من المقابر. بسبب نكس الحكومة وعودها وعدم التزامها بتعيين الأوائل مثلا وفقا للقانون اللي شرعته بنفسها. خلينا نسمع قصة هذا الشاب. أنا عبد القادر السلام، خريج جامعة بغداد كلية التربية بالرشد. أنا طلعت من الأوائل الأول على قسمي الصباحي معدل 85.29. فمن رحت اخذ الكود مالتي قالوا لي ان تاخذ الكود وعمود التعيينات اللي يطلقوها مجلس الخدمه، رحت عليهم قالوا لي انت مستبعد. قلت لهم شنو مستبعد؟ قالوا صار دمج الصباح والمسائي واخذوا على اثنين، يعني صعدوا ثلاثه من المسائي على من عندي ثلاثتهم، واحنا بقينا. انا الله وكيلكم اشتغل حمال بالشورجه بالنهار، وبالليل انا حارس مال المقبره، والله العلي العظيم بالليل حارس مال المقبره وبالنهار حمال. وهاي القبور اذا ما تصدقون، هاي القبور شوفوها، بسم الله، هاي انا حارس باي المقبره، مقبره الشيخ جنيد البغدادي. يعني خرج كليه تربيه من الاوائل بالصباحي ينحرم من التعيين ويروح يشتغل لي حارس بمقبره جنيد البغدادي، والصبح حمال بالشورجه. يعني شردون من الشاب العراقي؟ وهذا السؤال اللي لازم ينطرح. الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق اختارنا لكم مشاهدينا من حيدر علي الكرار يقول: حالك من حال ابني الثالث على القسم في زيادة، يشتغل عماله والحمد لله استبعدوه لدمج الدراستين، والآن اشترى ستوتة، هذا اختصاص الفيزياء بزمن عراقنا. أحمد الأمر يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، نطالب بإلغاء قرار الدمج الظالم والغير مدروس والرجوع إلى القانون الذي يفصل بين الدراستين الصباحية والمسائية.
شيماء عبد الغني تقول بسبب دمج الدراستي الصباحيه والمسائيه واخذ الاعلى معدلا الصادر من الامانه العامه تضيع حقوقهم امام اعين اصحاب القرار ويناجدوكم بانصافهم باسم العلم والانسانيه ان ترفعوا هذا الظلم عنهم. اما الي السامراء تقول حقوق تسلب وقانون يفسر وفق الاجتهادات وكفاءات تقصى وتهمش امام اعين اصحاب القرار، هل هذه دوله العداله الذي وعدتم بها؟ يبدو انه اللي اذا يشتغلون بالدوله العراقيه ما يفتهموا شنو يعني دراسه صباحيه ودراسه مسائيه. في كل العالم اكو فصل ما بين الدراسه الصباحيه والمسائيه، لانه بالدراسه المسائيه من الممكن اكو مواطن يشتغل ما قدر يكمل دراسه جامعيه، هذا اجى درس اذا اخذ معدل اعلى يعني تعطي انت وظيفه، واللي درس من الصبح للعصر او الدراسه الصباحيه اللي هو تو متخرج وشاب وكمل دراسة جامعية بشكل كامل مو بالفترة المسائية ما ياخذ وظيفة؟ زين مو ذاك عنده وظيفة مثلا شنو ياخذ وظيفتين مثلا؟ ولو هي بالعراق تصير. لأنه بالعراق اليوم اكو 3 و4 و5 و6 وظائف خصوصا النواب. أبو أحمد ويانا حياك الله. صباح من بغداد، حياك الله يا صباح. السلام عليكم أستاذ أسهل. عليكم السلام والرحمة. طبعا مشكلة الخريجين هي مرتبطة بقرار من رئيس الوزراء. لأن معروف كل الوزارات اكو شيء اسمه الدرجات التعويضيه، التعويضيه اللي يطلعون متقاعدين ومستقيلين والمفصولين لا. والمتوفين كلهم هاي ترفع الدرجات مالتهم بالوزاره الى مكتب الوزير لا. صار لهم 8 سنوات هاي كل هالدرجات بكل الوزارات تراكمت، لكن هم يتوقع ياخذوها يحولوها الى هيئه الحشد الميليشياوي وغيره ويتركون الخريجين اللي المفروض الدوله تستفاد منهم بكل مجالات، لان درسهم وتعبهم واهلهم تعبهم عليهم، وصار ايضا صرف من الدوله على الطلاب وعلى الجامعات وعلى كل شيء. نعم. المفروض بيهم هذول اللي جاي يظاهرون يحلون مشكلتهم، عينوهم على كل الوزارات، وعندكم ميزانيات خرافيه اكثر من 100 مليار دولار، هاي وين تروح؟ لا اعمار جاي تعمرون ولا بناء جسور ولا بناء جامعات ولا طرق تعبدوها، وين لا. تروح هاي الأموال؟ كلها تهرب إلى إيران مثل ما شفنا بالأزمة الأخيرة. إذا عينوهم في سبيل تخففون من الاحتقان الموجود بالشارع العراقي والمتظاهرين اللي من 2019 لحد الآن كل مطالبهم شرعية وسلمية، هي من ضمنها الخدمات ومن ضمنها لا. العاطلين عن العمل والخريجين. وين رئيس الوزراء من هاي الوعود اللي طاها قبل ما تشكل الحكومة؟ أقسموا بالله لا. قسم، أقسموا بالله راح يحقق مطالب الشعب، وين قسمك؟ وين دول الناس تعبانين، ناس لا عمل ولا شغل؟ لا احنا بخدمتكم همينا. نعم نعم. والشركات الاجنبيه الموجوده بالبصره وبالعماره الصينيين واليابانيين وغيرهم وولد المحافظات الجنوبيه قاعدين ببيوتهم يدورون عقود على البلديه وكناسين، مع العلم هاي الشركات الموجوده المفروض كلها اللي يد العامله تفرض عليهم 50% من اليد العامله من ابناء البلد، ليش قاعدين كلهم بالبيوت ومخرجين اللي جاي يدرس؟ لا من المفترض 100% من ابناء البلد، اذا بقت اكو حاجه يجيبون حماله اجنبيه. احنا طموحنا 50% ما جاي يصير على حكم دول الناس اللي عتاقه والناس اللي جماعه حزب الدعوه العميل اللي مع الاسف صار لهم 20 سنه ما عندهم اي انجاز. هسه دول الخريجين يعني حتى حرامات، واحد خريج كليه وقاعد بالبيت، او مكمل ماجستير وقاعد بالبيت، او دكتوراه الشهادات العليا وقاعدين بالبيوت. نعم. الناس نعم. اللي حتى ما عندهم شهادات المفروض تعينوهم مكانات وتفتحون المصانع وتحت هاي الموارد البشريه، الناس كل الدول العالم يعني تتمنى عندها هيك موارد بشريه، هاي الشباب نعم. كلها قاعده يستغلوها في بناء بلد، لكن هم كلهم حراميه وفاسدين نعم. وهمهم الوحيد تصرف الميزانيه في سبيل يهربوها لايران نعم. وهاي الازمه الدولار هم من وراء ايران ومن وراء حزب الدعوه وجماعه حزب الدعوه نعم. والمكاتب الاقتصاديه مال الحشد اللي ملتهيه بادخال المخدرات للعراق وتهريب النفط الاسود الخام، هاي انجازاتهم بس. نعم. شكرا شكرا لك اخ صباح. نافذه انت ترى، نافذه وجدتها قناه الرافدين، حتى تقدرون توثقون وتدزون الى قناه الرافدين ما توثقوا انتم بكاميراتكم القضايا اللي تهمكم وتحبون تطلعوها على الشاشه حتى الناس تعرف. وهذا اليوم عندنا فيديو من محافظه بابل وتحديدا من حي الاسكان الصناعي بالمحافظه. الاهالي هناك دا يعانون من قضيه مهاجمه الكلاب السائبه لهم، بحيث تم جرح 2 من اهالي المنطقه فناجدوا واستغاثوا من خلال برنامجنا هذا حتى ننقل معاناتهم وبلكت تتم الاستجابه السريعه لهم. خلونا نستمع. ابن اخونا راح للسوق يعني يجيب غراض تسوق،
فهناك في وسط السوق تعرض الى كلب سائب وادى الى يعني الى عض ساقه ويده اليمنى. رحت للسوق اجيب خبز، طبعت للسوق ارد اسوق لاهلي، جبتني كلب شارد في يمه كمز علي وقام يعضبي. شوف رجلي، هاي ايدي وهاي رجلي. امينك واحد بحي الوحدة عظم من راسه واستحولوه للحلة. ناشد سادة المسؤولين على مود تكرم الكلاب السائبة بخصوص العطلة. ساعدنا عطلة باكر عقبة جايتنا المدرسة، وكلكم انتم عندكم اطفال وعندكم طلاب وعندكم اخوات اللي هي اللي معلمة اللي طالبة يعني وتحتاج تروح للمدرسة، وأكثر من حالة صارت عندنا هنا وانعضت وتحولت للحلة لأن هنا ما عندنا علاج. هاي المعاناة هناك أهالي الحي الإسكان الصناعي في محافظة بابل. المرصد السوري لحقوق الإنسان قال أن المسؤولين التابعين إلى نظام بشار الأسد يبوقون المواد الإغاثية ويهينون المتضررين بالمناطق الخاضعة لسيطرتهم عقب الزلزال المدمر اللي خلف عشرات الآلاف من القتلى في سوريا وفي تركيا ومئات آلاف الجرحى. مصادر محلية تابعة للمرصد أكدت أنه أصناف من المواد الإغاثية تنباع على البسطات بدمشق واللاذقية ومختلف المحافظات التابعة للنظام بأسعار رخيصة مقارنة بأسعار السوق المحلية، بينما هاي المساعدات مدى توصل إلى عشرات القرى والبلدات بوسط مناشدات أن يتم دخول مساعدات أممية بحجم الكارثة الإنسانية اللي موجودة في سوريا وشمال سوريا الآن بسبب الزلازل. بهالسياق أكد صحيفة الجارديان البريطانية أن نظام الأسد يستغل الزلازل سياسياً بهدف عرقلة وصول الفرق الإغاثية والمساعدات إلى ملايين السوريين المنكوبين بالشمال السوري. بهالأثناء تفاعلوا رواد مواقع التواصل الاجتماعي على وسم الأسد لص المساعدات بعد زيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد مدينة حلب واللقاء اللي جمعه ويا القيادي بميليشيا الحشد المدعو بابو فدك المحمداوي الملقب بالخال والمصنف على قوائم الإرهاب الدولية. خلونا نقرأ بعض التغريدات على الأسد لص المساعدات. جبير الصياح يقول إجرام المجتمع الدولي بصمته عن ما قام به الأسد وعصابته لا يقل إجراما عما فعله الأسد، قتل وتشريد وكيميائي ودفن بشر أحياء وحرق وبراميل، لم يكف المجرم بل ويقوم الآن بسرقة أموال التبرعات التي قامت الدول بإرسالها والآن التبرعات تتدفق لخزانته. هاشتاغ الأسد لص المساعدات. آرام خليل، المجرم فرح جدا بالكارثة التي حلت بالسوريين، فرح بالمليارات التي دخلت وستدخل جيوبه على جثث ومواجع السوريين، فرح بما سيجنيه من مكاسب سياسية على آلامنا. هاشتاغ الأسد لص المساعدات. محمود الحموي، نعم يضحك منتصرا على جماجم الناس برفقة الحرس الثوري الإيراني في حلب، نعم يضحك لأنه أكثر شخص استغل الزلازل. هاشتاغ الأسد لص المساعدات. أنس الجمال يقول لا تتوقعوا من هذا المجرم هو وميليشياته أي خير، فضحايا هذا المجرم أكبر من عشرة زلازل. هاشتاغ الأسد لص المساعدات. وكانت هاي تغريدات الناس حول هذه القضية. مشاهدين الكرام، المعاناة السورية في الشمال اليوم بسبب الزلازل، وأيضا الأخوة في تركيا في جنوب تركيا بسبب الزلازل أيضا كبيرة جدا، لكن في تركيا هنالك حكومة تركض من أجل حماية أبنائها، وهنالك دول أيضا تعمل من أجل انتشال من بقي حيا تحت الأنقاض وانتشال الجثث من تحت الأنقاض أيضا ومحاولة إعادة أعمار المدن. لكن في سوريا هنالك جثث تحت الأنقاض وهنالك أحياء ما زالوا تحت الأنقاض، لكن هناك نظاما لا يرغب في مساعدتهم. هي هاي المشكلة اللي بدنا نحكي بها. أما بالعراق فمشاكلنا كبيرة، ما بين خريجين إلى فساد، إلى مشاريع متلكئة، إلى مشاريع وهمية، إلى نقص بالأدوية، فالمعاناة بالعراق تتوزع على هواية من القطاعات.
والسبب واحد، كل المتصلين أو كل الناس اللي يتابعونا يعرفون أنه المنبع لهذه المعاناة هو واحد اللي دا يحكم هذا البلد. فيا ترى أنتم شلون تريدون تتخلصون من عنده؟ هذا راجع بإيديكم أنتم مشاهدين الكرام. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بإذن الله. في مالله.